sevgili peygamberimiz Ebu Bekir Sıddık ile birlikte orada. Erdoğan, خلال سرده لأحداث ليلة الانقلاب الفاشل قال إن الانقلابيين عندما أتوا للقبض عليه لم يستطيعوا العثور عليه في الطائرة، مشبها ما حصل معه بالواقعة التي حدثت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار ثور. أردوغان وخلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية ضمن حملته الدعائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر في 16 من نيسان الجاري، روى ما حصل معه في ليلة الانقلاب بطريقة أسطورية تجاوز فيها حدود المنطق والتفكير السليم، وأوحى فيها للمشاهدين بأنه نبي منزل وأن الانقلابيين كفار قتله، لكن اندماج أردوغان في روايته الأسطورية أوقعه في فخ التناقض، حيث كشف من حيث لا يدري أكاذيبه السابقة حول ليلة الانقلاب. يذكر أن رواية أردوغان السابقة كانت تقول إنه كان موجوداً في فندق بمدينة مرمريس ليلة الانقلاب، أما في روايته الجديدة قال إنه كان في منزل أحد معارفه، وأسقط بذلك روايته التي تزعم أنه أنقذ نفسه من الاغتيال في الفندق بفارق دقائق معدودة. كما أثار أردوغان مزيداً من الشبهات عندما ادعى في البرنامج المذكور أن الجميع بمن فيهم قائد الطائرة ما كانوا يعلمون وجهة طائرتهم والمكان الذي يتوجهون إليه، غير أنه كان أعلن للرأي العام عبر بث مباشر على الشاشة التلفزيونية قبل مغادرته من مرمريس أنه يتوجه بعد قليل إلى اسطنبول.